وهذا الإله المتصف بصفات الكمال وبنعوت الجلال هذا إله وحده سبحانه جل في علاه. وهذا الإله الواحد الأحد المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال وهو الموجود الذي لم يوجده شيء سبحانه وتعالى، هذا الإله لا تصرف العبادة إلا له وحده، وغيره لا يستحق العبادة. إذن هذه المسألة هذه كتعطيك المعتقد الذي ترتكز عليه لتسير في حياتك. فبلي كيولي عندك هذا المعتقد كيولي يشكل لك مرجعية. لكن تكلموا على هندسة الحياة، كتولي عندك مرجعية. هذه المرجعية ديالك هذه ماذا تشكل؟ تشكل أنك تزن كل أمور حياتك بحسب تلك المرجعية. كتولي عندك مرجعية الحلال والحرام، كتولي عندك مرجعية هذا يحبه الله وهذا لا يحبه الله، كتولي عندك مرجعية هذا أمر يقرب من الجنة وهذا أمر يقرب من النار. هذه المرجعية هي اللي كتخليك تحدد هذيك النجاحات اللي تتكلم عليها أنت في دنياك، هل هي نجاحات فعلا أم هي نجاحات متوهمة؟ دابا في أذهان المسلمين ولينا بغينا نعاودوا معاهم نأصلوا معاهم أنهم يبداو يفكروا كمسلمين. فملي ولي المسلم اللي مشى للعمرة مرة وجوج ومشى للحج وكذا ويحافظ على صلاته والفجر وكذا، تيجي يقول لك الحمد لله الدري راه من بعد خد هذاك الديبلوم ديال الشهاده راه سهل لي الله تبارك الله، راه خدم دابا خدمه مزيانه راه تيتخلص واحد قده وقده، تقول لي تبارك الله الله يكمل عليه بخير، وفين خدم؟ فيصفعك بالخبر ان ابنه انه فخور ان ابنه تقلب مسؤوليه كبيره في مصرف ربوي. أو لا تقلب مسؤولية كبيرة في شركة لصناعة الخمور. فكتقول لي أقول لك الله يبارك، ما يبغيش الله عز وجل يبارك لي في هذا الشيء. أقول لك وراه كاين إشكال، واش أنت فرحان بهذا الشيء زعما؟ فرحان أنه الدرع عندك خدام؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الكبائر التي شدد في الوعيد عنها قضية الربا وقضية الخمور. فكتجي تقلب تلقى البوصلة التي يتكلم بها هذا السيد هنا الإبرة ديالها تحدد اتجاها آخر غير الشمال الرباني الذي نحن نقصده. وملي كنجيو نقلبوا على المرجعية تلقاو المرجعية إنما حصرت فيما يتعلق بضبط العبادات، يعني أقصد بالعبادات الشعائر التعبدية الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج، الأركان ديال الإسلام فقط. بغيناش نتخاصموا مع الطبيبات المهندسات، لكن ملي كتلقى الاب والام فرحانين وتيجري ويجري باش يوجدوا قلت الاوراق ديال التاشيره والاقامه وكذا لبنتهم اللي غيصيفطوها الدرس في واحد الكليه ولا في واحد الجامعه ولا في واحد المدرسه في بلد اخر داخل المغرب، إلا كان ترحم ولا خليني ساكتين، أنا كندوي على خارج المغرب. المرجعية ديالك واش فهمتي في المرجعية ديالك أن الله عز وجل الذي أمرك بالصلاة وأمرك بالصيام وأمرك بالزكاة وأمرك بالصوم وأمرك بالحج هو نفسه سبحانه جل في علاه، هو الذي أمرك بأن تحفظ الأمانة التي هي منوطة بك وفيها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. فهذيك أهليكم هذيك البنت اللي عندك هي أمانة، كيف تقول لي على قبل من أجل دراستها الدنيوية أنت تسمح في أمر ثابت من أمور الأمة، وما تبقاش تكذب على راسك يرحم والديك وتقول لي حقا لا صيفتها باش تعلم واحد العلم لننصر به الأمة الإسلامية وكذا، صيفط ولدك وانصر به الأمة الإسلامية وخلي هذيك الشابة خلي هذيك الشابة حدا لي. أنا ما قلتش لك ما تعلمهاش، انتبه ما يقولني حتى شي واحد ما لم أقل، لكن عندنا أمور تنضبط بضوابط الشرع. فملي تنتكلموا على منظومة القيم وتنتكلموا على المعتقد ملي كنتكلموا على هندسة الحياة لابد من إعادة ضبط قوام هذه الهندسة على هذه المنظومة. ملي غنجي غنلقى هذاك المعتقد يجب يعني وجوب شرعي الواقع موضوع آخر، لكن يجب
أن هذا المعتقد أن ينمي فيك منظومة من القيم يمكنك أن تسير من خلالها بين الناس وتفتخر وتقول أنا مسلم، على غرار ذلك المجتمع الذي كنت تؤمل وتتمنى أنك لو أعطيت لك فرصة العيش فيه لعشت فيه، اللي هو مجتمع الصحابة.